في بداية الموسم ما كناش كنرهنوا على هاد النتائج، كنا كنقولوا نكونوا في الصفوف الأمامية في يعني الرتبة الثامنة الرتبة السادسة، على أساس أننا يعني الفريق عندنا باقي شاب، عندنا لاعبين شبان بزاف، أن المستقبل هو اللي غادي يبين المستوى اللي غادي نظهروا به. والحمد لله اللعابة يعني بينوا على الإمكانيات ديالهم، جاوا النتائج، الآن كل شيء دفع، جمهور المدينه كلها دفع للامام. الحمد لله غادي نحاولوا باش نرضيو هذا الجمهور، نمشيو في الاتجاه اللي باغي.